ده ما اسموش وسواس الحقيقة، ده اسمه حاجة تانية، اسمه ايه؟ ده الشيطان. وده مدخل شهير من مداخل الشيطان، عملها مع ملايين قبلك عبر التاريخ. انت وحش، انت مش نافع، انت مفيش فايدة، مهما قربت من ربنا انت مش هيتغفر لك. وهو الحقيقة ده قمة الشيطان. وعلى فكرة انت لو استجبت ليه واسترسلت معاه انت بتعمل ذنب اسوأ من الذنوب اللي كنت بتعملها، لانك بتقيد رحمة ربنا، كأنك بتقول مش هيرحمني، كأنك بتعطل اسماء الله الحسنى التواب الغفور الرحيم، كأنك مش مصدق ربنا انه بيرحم وبيغفر. ده انت عندك مشكلة اكبر. حل الموضوع ده ايه؟ اقطع الاسترسال في دماغك. هو الشيطان بيقعد يسترسل معك، اول ما يجي يعمل كده اقطع، لا ربنا بيغفر وبيرحم، استغفر الله العظيم يبقى غفر لي ان شاء الله. انك تبقى سهل مع الله، ما تبقاش شخصية معقدة. ما هو في تعقيد في الحياة، ناس بتبقى معقدة في نظرتها للتعامل مع الاله. سهل نفسك، مش استغفرت غفر لي ان شاء الله، مش عملت حاجة حلوة، يا سلام، المؤمن من سرته حسنته كما ساءته سيئته. يبقى عندك النفسية دي، النفسية الواسعة دي، النفسية المؤملة في رحمة الله وعطاء الله، هي اللي بتكسب في الآخر، مش النفسية المعقدة.